محمد الشاكر لاعب فريق الجنسي الملكي، مرحبا بك موقع بطولتكم. كيفاش شتي المقابله ديال اليوم مع الاحداث اللي كانت وقعت في الكرادة؟ التأثير اللي كان هو ديال الجمهور، حنا كنا مسيطرين على المقابلة في الشوط الأول، اللي ما عرفتش أنا السيتياز اللي ما عرفتوش التحكيم اللي شنو بغا يدير، هي نورمالمون 20 مينيت ما صفرش الفرقة، خصنا حنا أنيني الماتش، فهذا ماشي الآخر ديال هذه، خصنا نديرو المباراة. فالحمد لله فريق الجيش الملكي فريق كبير كيعول على اللاعبين ديالو، فإن شاء الله هذا الماتش ننساوه ونشوفوه في الماتش المقبل الدفاع الحسن الشادي. سي عبد الرحيم واش ما تضرش بان داك التوقف اللي كان توقفات المقابله اثرت معنويا وبدنيا على في المقابله في الشوط الاول، فالحمد لله هذه هي كره وشوف الربيط هو اللي كيحكم.